تبارك وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه، يعني اتخذوا الأسباب لكسب القوت ولكسب الحلال وهكذا. فالإسلام يريد من الإنسان المسلم، يريده أن يكون إنسان نشط، يريد أن يكون إنسان فعال، يريد أن يكون إنسان عنده إنتاج، عنده إنجاز، عنده عمل يقتات منه، يعني ما يبقاش يتكفف الناس. أو لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فوهكذا يعني حتى الأنبياء، يعني الله عز وجل حتى الأنبياء على العمل، وكل نبي إلا وخصه الله عز وجل ربما بمهنة معينة أو وظيفة محددة. فخلق الله أحسن خلق الله الرسول عليه الصلاة والسلام قد عمل، آدم أيضا في الزراعة، كل الأنبياء. كل الأنبياء. هذا يعطيك فكرة أنه لا يعني أنك تكون في مهمة رسالية هي إنقاذ البشرية كما كان حال الأنبياء عليهم السلام جميعا، لا يعني أنك أنت في مهمة نبيلة أن تترك العمل. فهؤلاء أكرم الناس وأفضل الناس وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، والناس الذين كانوا يتحملون أعظم المهام في الحياة وهي هداية الناس، لكن مع ذلك لم يتركوا العمل، بل كانوا يعلمون أتباعهم ومن يقتدي بهم، يعلمونهم أن العمل أمر لا يتناقض أولا مع الرسالة، ثانيا ضروري للحياة، يعني باش الإنسان يكون عزيز، باش الإنسان يكون. تعجبني هذه الكلمة يقولها لقمان، يعني من وصايا لقمان لولده، يقول يا بني عليك بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا وأصابه ثلاث خصال: نقص في دينه، وقلة في عقله، وسقوط امرأته.